في رأي الناس عاوزة تقوله في محمد عامر، رأي الجماهير اللي هي شافت محمد عامر في الملعب وشافت محمد عامر وهو مدرب. هنسمع الجمهور بيقول إيه ونرجع لحضرتك تاني، لأن عندنا فقرة اسمها حق الجمهور. تمام. حق الجمهور ده احنا ادينا لك حقك في البرنامج وقلت كل اللي انت عايز تقوله، هم ليهم حق ان يسالوك وانت تجاوب. ماشي تمام. هنشوف حق الجمهور دلوقتي، هنشوف الجماهير بتقول ايه على محمد عامر ونرجع تاني بعد كده الفقره اللي بعديها. اتفضل. كابتن محمد عامر ده من اللعيبه اللي الاهلي عمره ما ينساها ابدا، ده ابن كفر الشيخ اعتقد، احنا جه الاهلي من كفر الشيخ هنا، وكان من اللعيبه المخلصه جدا جدا جدا، واللي عطاؤه للاهلي ما انتهاش حتى بعد ما اعتزل كمان، فمن الناس المحترمه جدا ومن الناس اللي جمهور الاهلي بيقدرها. بيلعب هاف ليفت وتكمل وينج ليفت، وجالنا من كفر الشيخ، وكان هو وربيع ياسين على خط واحد، يعني هو كان بيكملوا الحته الشمال. يعني اللي فاكر له انه كان ماتش اهلي والزمالك هو اللي جاب الجونين، جون فينا الاول وبعدين جاب التعادل. افتكر له كل خير محمد عامر، لما جاء الاهلي كان جندي مجهول، لكن بعد كده بقى ضابط ايقاع واشهر حادثه يمكن في تاريخ كره القدم، انه حط جونين في ماتش الاهلي والزمالك، جون لينا وجون علينا. فدي طبعا هو لما هيفتكرها هيضحك. يعني الراجل المحترم يعني طول عمره، يعني من اول ما بدا مشواره هو محترم، وهو كابتن ربيع ياسين يعني من احسن الناس اللي لعبوا في للنادي الاهلي. يعني كابتن محمد من الناس اللي انا وانا كنت صغير بتفرج عليهم، كان هو هاف ليفت بيلعب في النادي الاهلي، وانا كنت فاكر له الجون المشهور بتاع كابتن محمود الخطيب اللي هو في المرسى التونسي اللي هو خده فيرست تايم، كانت الكره اللي راجعه للكابتن محمود الخطيب كانت راجعه من كابتن محمد عامر، فهو تملي اسمه بيتذكر مع الجون دوت. يعني يا ريت تعرضوا له الجون دوت اوريدي يعني في الحلقه دي، هيبقى حاجه كويسه ليه. يعني محمد عامر من اللعيبه اولا اخلاق جدا، وكان عمره ما عمل مشاكل طول ما كان لعيب في النادي، وبعد لما بقى مدير فني واشتغل في العمل الفني برضو راجل مشهود له بالكفاءة والمهارة والأخلاق العالية، ودي أهم حاجة في الكابتن محمد عامر. دي تكملة لمشوار محمد عامر، وهنا اللعيب اللي بيترك ذكرى طيبه بيبقى ملتزم زي ما انت قلت في كل شيء، وبيحافظ على المهاره وبيحافظ على كيانه وبيحافظ على اسم ناديه وبيحافظ على نفسه، ده احنا شفنا اهوت، ادي الجمهور بيقدر اللعيب ازاي. والله ده من فضل الله عليا الحمد لله، وانا بشكر يعني كل من قال فيها كلمه كويسه. احنا بنمتثل برسولنا عليه الصلاه والسلام بالاخلاق، وانما الرسول قال لك انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، فدي عن رسولنا عليه الصلاه والسلام، ونتمنى كل اللعيب يحرص على الالتزام ويحرص على اخلاقه الطيبه. طيب انت مربي دقنك مكبراك، مش هتحلقها؟ والله يا كابتن تغيير وسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بدل ما عن السنة ما نقدرش نتكلم في المواضيع دي كلها. وانا شايف ان يعني شكلي كده اديك وقار شوية، يعني في وقار، فتخلينا رب دقنا انا كمان ولا ايه؟ طيب احنا عندنا فقرة اسمها حق الجمهور. اتفضل. احنا اسئلتنا خلاص، الاسئلة برضه تخلص اهي. تمام. عندنا حق الجمهور، حق الجمهور، الجمهور بيسأل ومحمد عامر بيجاوب على الأسئلة سريع. تمام. جاهز معانا؟ تمام جاهز معانا. اتفضل يا احمد. محمد عامر ده الواحد لن ينساه ابدا، وبعدين انا نفسي اشوفه دلوقتي، يعني هو فين، اخباره ايه، وايه دلوقتي بيفكر في ايه، ما شفناهوش في النادي الاهلي بيشتغل، عايز اعرف عنه يعني ايه مشواره دلوقتي، بيفكر في ايه دلوقتي كده. هو والله انا موجود وموجود بروح العب مع فرقه الشمس. خلاص بقول لهم بقى اللي عاوز يشوفني شوفني في فرقه الشمس. وموجود ان شاء الله، يعني سواء على المستوى التدريبي انا موجود، ويعني انا حي ارزق ان شاء الله، واتمنى باذن الله ان اللي جاي يكون افضل باذن الله. ان شاء الله. اللي بعده.
كابتن محمد عامر، بنفتكر ماتش الأهلي والزمالك لما جبت جون في النادي الأهلي في أول دقائق من المباراة، وبعدين أنت برضو اللي جبت جون التعادل، فكنت عايز أعرف شعورك أثناء الجون الأول اللي أنت جبته في النادي الأهلي وجون التعادل اللي جبته في نادي الزمالك. سؤال واضح طبعا. يعني هو بيسأل سؤال وجيه، واحنا اتكلمنا فيه وقلنا يعني انا اصراري على ان انا اللي جيب الهدف بين الهدفين. لا كان انت بعد ما دخلت جبت جول انا الدنيا اسودت قدامي يا مصطفى. الدنيا بقول لك ما كنتش شايف قدامي، وما كنتش شايف غير ان انا حجري في كل مكان فيه كرة عشان انا اللي اجيب الجول، مش عاوز حد تاني يجيب الجول. ده ربنا كريم وربنا فعلا رضاني فعلا والله. الحمد لله. الحمد لله. اللي بعده اساله عن رايه في الخطيبه ما كان بيلعب معاه، ورايه في الفرقه اللي كان بيلعب في وسطها، لان ده من الجيل الذهبي برضو اللي لعب في النادي الاهلي. اولا رايي في الخطيب لعيب ما جاش زيه ومش هيجي زيه. الفرقة اللي أنا كنت بلعب في وسطيها أنا بحمد الله سبحانه وتعالى إن أنا قدرت أخش في وسطيهم، لأنهم كلهم بدون استثناء عمالقة في الكرة، كلهم مواهب ربنا سبحانه وتعالى يعني حطها فيهم بشكل غير أي جيل إحنا عصرناه. وإحنا كنا سعداء بيك معانا في تيم النادي الاهلي اللي هو بيقولوا العمالقه مش عمالقه، وكل جيل ليه عمالقه الحمد لله. انما احنا جيلنا الحمد لله كان معظمه كله عمالقه، فاحنا كمان بنشكرك انت كنت موجود معانا. ربنا يبارك فيك كابتن مصطفى، وانا مبسوط جدا ان انا كنت معاك النهارده لسه اللي بعده اصعب مباراه كانت ليك واهم جون اثر في الدوري كسبت بيه. اصعب مباراه كانت مباراه ايه؟ هو اصعب مباراه كانت اول مباراه ليا. لان انا عاوز اثبت حالك، عاوز اثبت وجودي، يا اما مش هيبقى ليا وجود. نعم. فدي كانت مباراه وربنا الحمد لله اكرمني فيها بان انا كسبنا 3 وانا حطيت هدف والخطيب حط هدفين، والحمد لله كتب لي ميلادي شهادة ميلادي في النادي الاهلي في القلعه الحمراء. اللي بعده ريت تقول لنا يعني احلى ذكرى ليك مع كابتن الخطيب ايه؟ احلى ذكرى مع كابتن الخطيب ايه؟ ما هو احلى ذكرى بقى الخطيب خد رقم خد الفانيليتو وانا خدت فانيليتو وانا خدت علقه في الماتش. ما تمسكتش بالرقم 10؟ لا تتفرم. هتفرم بقى مش هيبقى ليا وجود. اللي بعده بسأل الكابتن محمد عامر ايه اكتر مباراه هو فاكرها لحد النهارده زي امبارح؟ والله مباراه وذكرت كوتوكو 82 لما رجعنا بالكاس ورجعنا على الطياره وما نزلناش على ارض المطار، الناس شالتنا لغايه صاله كبار الزوار. نعم. ودي كانت احسن حاجه يعني احتفلنا بيها، كانت اول بطوله افريقيه تخش النادي الاهلي. اللي بعده احب اسال كابتن محمد عامر ايه اللي اتعلمه من النادي الاهلي من قيم وحفاظه على لعيبته وعلى مبادئه؟ السؤال ده حلو قوي. طبعا يعني ده سؤال وجيه جدا، واحنا كل واحد جاء من بره اتفرم في مبادئ وقيم النادي الاهلي والتزامه باهداف النادي الاهلي والمسؤوليه اللي كانت على عاتقنا من قبل النادي الاهلي ناحيه جمهوره وناحيه بطولاته وناحيه مجلس ادارته وناحيه اعضائه في النادي الاهلي. كنا يا اخي جميل الاهلي دي راقيه قوي. نعم. جماهير الاهلي راقيه قوي. لا ما شاء الله يعني مع احترامي برضو لكل الجماهير، احنا بنتكلم على جماهير احنا اتربينا عليها.
الجمعيه العموميه حتى لما بتروح النادي الاهلي في الجزيره وبتلاقي الناس ملتزمه يعني. بقعدتها بالتزامها ملتزمه، مفيش حد بيغلط في حد، ما حدش بيغلط بحد، وبيحترموا بعض بشكل كبير. نعم. جدا. نعم. وده احنا حسيناه بشكل كبير مع اعضائنا يعني.